وجدت جامعة هولندية حلاً يحد من اللجوء إلى التعليم عبر الإنترنت بسبب جائحة كوفيد-19، يتمثل في إقامة الحصص التدريسية في الهواء الطلق، سواء في حديقة عامة أو في ساحة أو حتى في جزء من موقف سيارات. في ساحة كنيسة كبيرة في الوسط التاريخي لميدلبرغ، يستعرض مدرس علوم تجربة علمية، واقفاً أمام 25 طالباً، ملتحفين بسترات يصغون إليه بانتباه. We have a lot of location where we can teach in the open air so that we can have the whole group together with sufficient distance. You're outside open air, it's so much like you don't feel enclosed, so of course outside is much better to have lessons in these times. وكان هذا الصف في جامعة روزفلت UCR ينقسم إلى قسمين، فيحضره نصف الطلاب في الصرح الجامعي، فيما يتابعه النصف الآخر من المنزل، وذلك التزاما بتدابير الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في هولندا، حيث أحصيت رسميا أكثر من 75 ألف إصابة، من بينها 6244 حالة وفاة. وتفادياً لتنظيم كل الفصل الدراسي بهذه الطريقة التي لا تحفز الطلاب على العلم، اختارت الجامعة أكثر من 20 موقعاً في المدينة لإعطاء صفوف في الهواء الطلق.